على الدوسي. على الدوسي لهذا جندوبي عسلامة. أهلا وسهلا. التطورات في غزة هي تطورات تكون على عديد المستويات. نتابع على مستوى المقاومة على الميدان، نتابع على مستوى زادة العدو زادة التحركات اللي موجودة في الكيان الصهيوني، وكذلك المتابعة اللي تصير على مستوى الحراك السياسي الآن فكرة الهدنة في غزة هي المهمة في كل الحالات، وقد تكون هدنة لتبادل الأسرى مسودة رد من عند حماس. رد على شنو تفضل؟ هو كان تذكر إلياس كنا تحدثنا الأسبوع الفارط على الانتظارات من رد حركة حماس على مقترحها في إطار هدنة في غزة، واللي قدموه الوسطاء ونحكي هوني اسونسيالمون على قطر ومصر في العملية هذه. هي هدنة تكشفت البارح، هدنة على 3 مراحل تستمر كل مرحلة 45 نهار، فيها التوافق على تبادل الأسرى، جثمين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الأعمار براتيكمون ذوما لزاكس اللي تدور عليهم الاتفاق هذايا اللي مازال ما صارش. بيسير هو اتفاق مازال ما صارش، لكن حماس هكا تنظر إلى الأشياء، تقول في مرحلة أولى ناخذوا 45 يوم. هي المرحلة الأولى مرحلة إنسانية بامتياز، هما نجموا نقولوا أنهم 3 مراحل فيهم البعد الإنساني، بما أنه الأزمة هي إنسانية قبل كل شيء. فيها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 سنة، غير الجنود، مانيش نحكيه على جنود الاحتلال، نحكيه هوني على السيفيل، المسنين، المرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة أعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة خاصة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإقامة مخيمات الإيواء للسكان والنازحين اللي عددهم يفوق 700,000 حسب آخر الأخبار اللي توصلني من غزة. المرحلة الثانية كيف 45 يوم؟ كيف المرحلة الثانية توفى فيها المباحثات غير المباشرة بخصوص المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العملية العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامة، والإعلان عليه علنيا قبل تنفيذ المرحلة الثانية. مرحلة تهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال، هنا نحكي مدنيين ومجندين، مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية متاع المرحلة الأولى، وهنا خروج القوة قوات الجيش المحتل خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة، دونك يلزمهم يخرجوا الكل، وبداية أعمال إعادة الأعمار الشامل للبيوت والبنية التحتية اللي تدمرت. مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة هي تبادل جثمين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف عليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى والثانية، وهذا وفقا لما سيتم التوافق عليه في الزوز المراحل الأولى والثانية. نعرف الياس أنه أكثر من مرة قلنا أن جيش الاحتلال كان استولى على جثث شهداء وهزهم معاه الأماكن غير معلومة، وذا يأكدوه حتى الإطارات الطبية في عديد المستشفيات. ردود فعل داخل إسرائيل؟ ردود فعل يجي من عند رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اللي قال في مؤتمر صحفي البارح أنه أبلغ أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي أنه الانتصار على حماس باش يكون عنده تداعيات على الشرق الأوسط الكل، كيف في إطار البروباغندا متاعهم تاع العادة، وضاف أنه الاستسلام لشروط حماس باش يكون بمثابة الكارثة على الكيان المحتل. هون يقول أنه إنجاز العمل العسكري استغرق من الولايات في الموصل، يحكي على العراق، عمل كومباريزون مع العراق، استغرق من أمريكا 9 شهور وما كانش فما أنفاق. قال اليوم فماش حديث على انتصار في ظل وجود حماس، وقال الاقتحامات متواصلة وبش نستمروا في تدمير شبكة الأنفاق بشكل منهجي. وفي حديثه على مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى اللي نحكيه عليها اليوم، قال احنا ما التزمنا بحتى وعود في حتى صفقة مطروحة، والمفاوضات مستمرة، والتزمنا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة، وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب. وفي الأثناء
مازال العمليات نتاع القتل متواصله الى حد الساعه هذيا. شهداء ما يحشمش بالكل. وهوني اهميه الموقف الامريكي يمكن. هوني نقراو موقف وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن اللي يقول انه مازال فما مكان للاتفاق. قال فما امور من الواضح انها غير مقبوله في رد حماس. قال نعتقد انه هذا باش يخلي كمان مجال للتوصل للاتفاق. قال احنا نعمل على ذلك من دون كلل حتى توصل اليه. في الوقت نفسه بلينكن يقول البارح انه حذر نتنياهو وحكومته من افعال تنجم تأجج التوتر في المنطقة. اي ولا دونك في كل الحالات مواربة المواربة المواربة وقت اللي الناس مازالت قاعدة تموت. هذا الاهم في كل الحالات. باش معاذ العمور من غزة. مرحبا. اهلا وسهلا. شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه. مرحبا بك وشكرا لك اللي موجود معنا وشكرا على تحليلك وشكرا على الاضافه معاذ في كل مره اللي تكون موجود معنا. اليوم السؤال الاساسي هو هل امكانيات الهدنه مطروحه ام لا؟ امكانيات الهدنه هي مطروحه في ظل انه الاحتلال الاسرائيلي استمع الى المطالب الدوليه والضغوطات الدوليه لوقف هذه الحرب ولي المباشر بعملية إعادة النازحين. أكثر من 1,000,000 نازح وصلوا إلى المناطق مختلفة من مناطق قطاع غزة إلى مدينة رفح ودير البلح وغيرها من مناطق النزوح. هذه المعضلة الحقيقية تحتاج أو تتطلب تدخل مباشر من قبل الجميع لكي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجب أن تتوقف هذه الحرب بشكل أساسي، ويجب أن يكون هناك عودة للنازحين. اليوم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وصل كما أبلغنا رسميا من حركة حماس وصل وفد رفيع المستوى إلى القاهرة لإلقاء وفد من المخابرات المصرية العامة، بالإضافة إلى أنه من ضمن هذا الوفد يشارك وفد قطري سيادي يشارك في ضمن هذه المفاوضات. الآن بدأت المفاوضات الماراثونية، وكما يعني قلنا في البداية التركيز بالدرجة الأساسية على أن تكون المرحلة الأولى من وقف هذا العدوان تتضمن جزئيين، هي وقف هذا العدوان وعودة النازحين والمباشرة بإدخال بيوت متنقلة وخيام بقدر 100,000 خيمة و 60,000 بيت متنقل للفلسطينيين الموجودين داخل قطاع غزة. كما تعلم عزيزي أن هناك دمار كبير حل في قطاع غزة، ويوم أمس الصحف الأمريكية تحدثت على أن نسبة الدمار في قطاع غزة تجاوزت 60% دمار كلي، وهناك دمار جزئي في 40% الباقية. لكن نحن لذلك المطلوب هو عملية فور وقف إطلاق النار، عودة النازحين بشكل أساسي، إدخال الخيام والبيوت المتنقلة، وبعد ذلك تجري الأمور فيما يتعلق بصفقات تبادل أسرى وغيرها. الاحتلال الإسرائيلي ينجز أو لديه قلق من جزئين. الجزء الأول يتعلق في وقف الحرب. بنيامين نتنياهو يعلق مستقبله السياسي بشكل أساسي على استمرارية هذه الحرب وعلى الخروج من هذه الحرب كمنتصر وكبطل قومي للاحتلال الإسرائيلي. لذلك هو يسعى جاهدا قدر الإمكان لإطالة أمد هذه الحرب، لأنه يعلم في اليوم الذي ستتوقف فيه هذه الحرب سيدخل في متاهة المحاكم وفي متاهة المطالبات في فتح قضايا تحقيق. لكن معاذ لو كان تسمح أنا نحب نرجع إلى حقيقة الميدان. الآن واضح أن نتنياهو رافض لكل مقترحات حماس التي يعتبرها هذيان، ويبدو أنه السيد في جنون التام يتحذر ويطلب من الجيش التحذر والتأهب لما قد يسمى معركة رفح. يعني أنه نتجه إلى نوع من الجنون التام من عند نتنياهو. هل هو هذيان نتنياهو وإلا حقيقة الميدان قد تؤدي زاد كذلك إلى كوارث أخرى؟ شو رأيك؟ هو في البداية يجب أن نؤكد على أن بنيامين نتنياهو بشكل أو بآخر يستمر مرة أخرى يدفع باتجاه أن تستمر الحرب. لذلك هو يدفع باتجاه أن يقوم فعلياً بالدخول إلى رفح. يوم أمس وخلال ساعات الليل كل القذائف المدفعية كانت تتساقط على الأطراف الشمالية لمدينة رفح. نحن نتحدث على أن
المناطق البينية، نحن نسميها مناطق بينية، بين مدينة خان يونس وبين مدينة رفح. دكها الاحتلال الإسرائيلي عبر أحزمة نارية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية الليلة الماضية بشكل جنوني. هذا يؤهب ويدفعنا أن ندرس أن الاحتلال الإسرائيلي هذا السلوك يؤهب أو يجعله يفكر في الانتقال من منطقة خان يونس والولوج إلى مدينة رفح. المناطق التي قصفها، قصف المناطق البينية، ومرة ثانية لنوضح للجمهور، هي عبارة عن بلدات فلسطينية محاذية تقع بين مدينة خان يونس وبين مدينة رفح، جرى تنفيذ أحزمة نارية. وهذه الأحزمة النارية تقوم بها بالعادة لإسرائيل حينما تتوغل إلى أي منطقة لضمان عدم وجود أنفاق وضمان وجود عدم وجود مقاتلين في المنازل وفي العقد القتالية، فهو يقوم بسلسلة غارات كثيفة، كل غارة أو كل قذيفة أو كل صاروخ يزن طن يقوم بقصف هذه الطرقات وهذه الشوارع بشكل مكثف، كي يظن منه أنه قد يسبب ضررا بشكل أو بآخر في هذه الطريق. لذلك الواضح من السلوك العمليات على الأرض، نعم نقول أن الجيش الإسرائيلي يتأهب للدخول إلى رفح، نعم بما لا شك فيه، لأن هناك قصف كثيف خلال الثلاث أيام الماضية، الليلة تكثف بشكل أكبر بالقذائف المدفعية على المناطق البينية بين مدينة رفح ومدينة خان يونس. لكن هنا المعضلة الأساسية، الدخول إلى رفح يتطلب عملية إعادة للنازحين وتفريغ مدينة رفح من النازحين، إلا إذا كان الاحتلال الإسرائيلي مثل ما كان في بداية الحرب هو فعليا يسعى إلى تهجير سكان مدينة سكان قطاع غزة بشكل عام. في بداية الحرب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لسكان قطاع غزة اذهبوا إلى سيناء، وهذا مصر ترفض قطعا خلال الايام. دونك معاذ، على الحلبة قد تكون صورة كالآتي: المفاوضات والضغط على اسرائيل، اسرائيل الرافضة لمقترحات حماس، الناس موجودين في كماشة ما بين ما بين ما بين الاطراف في صمود مباشر على الميدان، وفي الأثناء قد تكون تقول الأسابيع هذه مفصلية زاد كذلك في علاقة بمصير اللاجئين وإلى إعادة أعمار غزة. هذا هو اللي موجود الآن على الميدان. نعم، هذا هو الموجود بكل شفافية، هذا هو الموجود. ولكن الوضع كارثي ولا يتحمل، أقسم بالله، يعني لك عزيزي، هناك إذا وقعت قذيفة في المنطقة الذي يريد كارثة إنسانية. خلال الساعات الماضية 130 شهيد ارتقوا خلال 24 ساعة، من بينهم 15 أسرة، أسر كاملة شطبت من السجل المدني، 15 أسرة. فما بالك حينما يتحدث عن دخول بري، عن إطلاق نار كثيف، عن قذائف، عن أحزمة نارية في قلب مدينة رفح. هذا أول جزء. الجزء الثاني، كيف يرغب الاحتلال الإسرائيلي بعملية تطويق مدينة رفح؟ هل سيجبر الناس الخروج على نفس الآلية التي جرت في معسكر خان يونس؟ في معسكر خان يونس حينما أخلى معسكر خان يونس وضع ممرات عليها موجودة فيها دبابات مركب عليها ومزود بكاميرات تتمكن من التعرف على الأوجه، قام باعتقال الذكور، تعريتهم. نحن نتحدث عن برد قارس في غزة خلال الأيام الماضية، لكن تتخيل أن تم تعرية رجال ذو عزة وذو كرامة، تعريتهم جسديا ووضعهم في مياه تحت مياه الأمطار في درجة حرارة متدنية قد تصل إلى صفر، وتركهم إلى عدة أيام، ومن ثم اصطحبهم إلى داخل السكنات العسكرية الموجودة في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. هذا السلوك وهذا المؤشرات يعني قد يرتج تدفع من المواطنين الفرار نحو مدينة، نحو دولة مصر، لأنه فعليا أنت أمام خيارين: إما الموت أو الإذلال. موت أو إذلال، فأنت الخيارات أمامك محدودة وصعبة. لذلك تدفع مصر بشكل أو بآخر، وأيضا لاحظنا أن مصر تدفع بتعزيزات عسكرية وكبيرة جدا على الحدود
في محاولة لتأمين حدودها الشرقية مع قطاع غزة. لاحظنا أن الجيش المصري قام ببناء جدار خرساني على الحدود، بالإضافة إلى أن هناك سواتر ترابية تم تعزيزها. يعني يبدو أن الجيش المصري فعليا جاهز وتأهب لأن يكون هنا هذا السيناريو مطروحا لديه، لكن لا يريد له أن يحدث، وهو ما يحدث أو ما يجري في السلوك الإسرائيلي المصري خلال الفترة الماضية. تحدثنا أو سمعنا من الأنباء أن هناك خلافات مصرية إسرائيلية حول هذا الملف قد تفضي بانتهاء العلاقة بين البلدين. شكرا لك معاذ، بارك الله فيك.